المرأة هي اللي إنه قادرة تحمي حالها لحالها من تعنيف الرجل لإلها بمعاملته لإلها يعني واستوعابها. إذا كانت هاي الحالة بعيدة عني كصوت قرابة لا يمكن أن أتدخل، لأنه صراحة أنا بعرف كتير حالات لأشخاص أصدقائي تدخلوا واجهتهم من خلال مشاكل كبيرة. هلأ كتدخل على الصعيد الشخصي ممكن وجهها لأقرب مركز حماية متوفر بالمنطقة أو وجه فرق الحماية لعندها ليطلعوها على خدمات إدارة الحالة. إذا واحد شاف مثلاً أو سمع بحادثة اللي صار فيه تعنيف للمرأة إذا كانوا بعيدين أو كذا فأكيد ما راح يحسن يتدخل. بالنهاية أي واحد بيتدخل بين الرجل وزوجته راح يكون فيه إلا إنعكاسات سلبية هذا الموضوع أكثر من الشيء الإيجابي اللي راح يحققه. أنا دائماً بنصح أي سيدة يعني أو حدا بتعامل معه إنه أنت عم تتعنفي لا تسكتي، يعني مو ضروري إنه والله مثلاً اليوم تعنفت بكرة بصير منيحة وكذا، لا حاولي تكوني بالأفضل، يعني حاولي دائماً تدوري على الشيء اللي يعني اللي بيريحك من هذا التعنيف. إذا كانت المرأة من أقربائي أكيد ممكن أتدخل بحكم إنه أنا أعرف شو المشكلة، وبالنهاية قطعاً واحداً نحن ضد العنف ضد المرأة. بالنسبة للتعنيف ضد المرأة، أنا إذا لقيت أو شفت جارتي ممكن عم تتعنف أو تتعرض لعنف ممكن دل على عدة طرق يعني إنها تخلص من التعنيف هي بنفسها، كأن تشتكي أو تطالب بحقوق إلها إنه يحميها من التعنيف، أو ممكن إني بلغ جهات مختصة